محاضرتي اليوم راح تخص الجانب بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة طلبتنا الأعزاء. محاضرتي اليوم راح تخص الجانب العملي الخاص بخوارزمية الفيجينير. احنا خوارزمية الفيجينير بأنه عرفنا سابقا بأنه هي أحد الخوارزميات اللي طرقنا لها بالمحاضرات الأولى، واللي هي طبعا هنا انا عندك بين الفيجيني سايفر اللي هو الكومبينيشن اوف سيزر شيفت كومبايند وذ ذا كيورد، اللي هو شنو هنا أنا؟ اللي هي الكومبينيشن من السيزر شيفت اللي هي كومباين ويا من ويا الكيورد. طبعا اللينث اوف كيورد ديترماينز ذا نمبر اوف ديفرنت انكريبشن ذات ار ابلايد تو ذا بلين تكست، بانه هنا أنا طول الكيورد اللي هو يحدد لي شنو هنا النمبر اوف ديفرنت انكريبشن. طبعا فور اكزامبل إيه؟ استاذ بس الشاشة ما طالع عندنا. ليش؟ والله ما ادري استاذ، بس صوتك طالع الشاشة ما طالع عندنا. طالع بس واجهة مال ميت. بس واجهة مال ميت؟ دقيقة. استاذ بس صوتك. اي دقيقة دقيقة، هسه حشيرها من جديد. خاف. ماشي استاذ. ايه دقيقة دقيقة، اللي هو ماشي هنا ويندوز، لا مو ويندوز، عفوا انتر سكرين النيو سكرين. هسه طلاب، بس هسه طلابنا ظاهرة. هسه هغير، شوف هنا شنو هغير، راح اغير بانه على البرزنتيشن. هسه استاذ ماكو بعد هيك، انتظر هسه. تمام. هاي ممتاز ممتاز. فطلاب الفيجينير بانه هنا شنو عندي؟ بانه كمثال اذا الكيورد هو فور كاركتر، اذا الكيورد طوله وش قد الكيورد شنو نقصد بيه اللي هو الكي. اذا طول الكي هو اربع فور كاركترز ان لينث، then the plain text is divided into four subtext and separate scissor shift is applied to each subtext depending on the value. طبعا هنا أنا عندي بالفيجينير بانه لازم شنو عندي؟ السايفر تكست يساوي لي البلين تكست، العفو اللي يساوي لي البلين تكست، لازم طول البلين تكست لازم شو يساوي لي؟ يساوي لي الكيورد، والا احنا اخذنا تطرقنا لها. او ليش خلنا ارجع لكم من الجانب النظري مالتها اللي هو موجود عندي وين؟ بالمحاضرات اللي هي الجانب النظري اللي هو الفيجينير. وينها؟ اللي هي هاي الثانية. كمين هل نعم، انا اعرض لكم الفيجينير ببداية لان هسه اكيد اكثركم ناسيها شلون تشتغل. Affine cipher high. Not more than that. Affine bay fair. And health cipher. أعتقد هاي هنا طلاب، إذا تتذكرون بأنه فيجينير تطرقنا لها بالنظري بالجانب النظري، بأنه شنو عندي هنا أنا؟ عندي جدول بالموضوع. بالفيجينير الجوريثم أكو شنو عندي هنا أنا؟ عندي جدول اللي هو بهالشكل، اللي هو عبارة عن اللي هو أول صف بي اللي هو شنو هو الاحرف الانجليزيه من الاي للزت، والعمود الاول بي نفس الحاله من الاي للزت بس تنزل من الصف الثاني تبدي، اللي هو هذا جدول ستاندر. بعدين تبلي هنا بالصف الاول يبدي هنا اي بي سي دي، شوف هنا يعني بدنا كتبنا اي بي سي دي للزت، وهنا كتبنا النوب من اي بي سي دي للزت.
انه بنجي هنا نكتب A B C D الى ان نوصل Z، انه بنجي هنا شنو B C D الى ان نوصل Z، والاي يصير هنا شيفت. بعدين راح نبدي شنو هنا، راح نبدي بالسي دي، ايش هنا بعد السي نادي راح دين بعد دي هنا اي هنا اي. بس شنو هنا انا من نتي للزيت شنو نكمل، نكمل ورا اللي هو شنو هنا عندي اللي هو اللي ورا عندي راح يكون الاي والبي والسي دي. يعني هذا شلون تكوين الجدول، اعتقد واضح للكل. هذا الجدول خاص بمن؟ بالفيرجينيا. زين، واكو عندي معادله بانه بالفيرجينيا، بانه شنو هنا المعادله الخاصه بي، يجمع لي المسج يعني بلين تكست ويا من ويا الكي مود 26، بانه هنا عمليه جمع، مو مثل باقي السايفرات اكو قسم عندي على الضرب، اكو قسم اللي هو اكثر عن ضرب. طبعا هنا انا عندي شنو، هنا انا المسج اللي هي البلين تكست تنجمع ويا من ويا الكي. وهنا انا معطيكم اياها كمثال، بانه فرضا اللي هو بالفيرجينير اللي هو طبعا هنا ذاكرها بانه the best known mono alphabetic cipher and one of the simplest such algorithm is referred to the Virginia cipher. طبعا بهاي بانه set of related mono alphabetic substitution rules consist of 26 Caesar cipher. بانه بهذا السيفر او بالفيرجينير بانه شنو هنا أنا هم عندي 26 حرف. ليه 26 حرف؟ لان الاحرف اللغه الانجليزيه. والشيفت اوف 0 through 25 اللي هو يكون الشفت هنا صفر اللي هي عبر 25 حرف. شو هنسق كوننا الجدول هنا كمثال عندي للفيرجينير بانه to encrypt message a key needed that is a long as message، بانه نحتاج كي بانه يكون طوله طول المسج. هاي مهمة ملاحظة. عادة key is repeating keyword اللي هو شنو هنا الكي يكون شنو هو repeating keyword. طبعا كمثال اذا ال كيب انه هو ديسبتيف والشنو هنا انا ديسبتيف العفو ديسبتيف، وعندي المسج بانه وي ار ديسكفر سيف يور سيلف، هاي المسج نريد نشفرها. فهنا انا الكي لازم شو يساوي لي؟ لازم يساوي لي طول المسج، بس هو معطيني كي ديسبتيف. فهنا شو نسوي هنا أنا؟ نكرر كلمه ديسبتيف مره مرتين ثلاثه الى ان يكون حقولها الكي راح يساوي البلينتكس. يعني كمثال انه عندي هذه وي ار، ايش تكتبها؟ طبعا ماكو احد، ماكو سبيسات، بس طلاب هنا انتبهوا لي عم تذكروها عشان تشتغل. الكي وورد مطقيا شنو هو؟ ديسبتيف. الديسبتيف شوف هنا انا كاتبها لحد هنا، هاي الكي وورد الاولى وياي. زين على مود انا ليش كنت اكررها مره ثانيه اللي هو كتب الديسبتيف الثانيه اللي هنا أنا. هم بعد ما ساوالي طول البلين تكست، لازم ليش كررتها على مود البلين تكست؟ الكيورد يساوي او الكي يساوي شنو هنا طوله، طول الكي يساوي طول البلين تكست. بعد هنا احتاجيت بعد الديسبتيف ثاني كتبتها يا طلاب، فالى ان اساويها بعد ما كتبت الكيورد يعني سويتها ويا من ويا البلين تكست. هسه شو اسوي؟ لازم هنا هسه اجي السايفر تكست شلون يكون اللي هو الدي والدبليو. الدي بس وياي، هذا الدي عندي اول حرف راح اشفر اول شيء، الدي والدبليو. الدي والدبليو اذا نمشي على طريقه الجدول، الدي وينها؟ اللي هي شنو هنا؟ الدي دبليو اللي هو اذا نمشي على طريقه الجدول راح تكون بهالشكل. وين الدي؟ الدي اللي هي هذه. الدبليو اللي هو راح يكون شنو هنا؟ هذا. وياي؟ الدي العفو وين الدي؟ هنا الدي. والدبليو نشوف طلابنا الكيورد شنو عندي هنا أنا؟ اول حرف بها الدي، والبلين تكست شنو هنا أنا عندي؟ الدبليو. فاذا شفوا الحرف الاول طبعا المفروض يطلع لي زيت، فاجي اول شيء الدي. الدي وين هنا أنا؟ اي بي سي دي اللي هو هذا. وين اي هذا؟ الدبليو وين؟ قاطع الدبليو، الدبليو اللي هو هذا. فالدي ويا الدبليو راح يطلع لي، خلينا نشوف شو يطلع لنا. تشوفون طلاب الدي ويا الدبليو حد هنا أنا. وياي هذا الدبليو، فمن الحرف اللي يتقاطع وياه شنو راح يطلع لي؟ زد. فالنتيجه شنو كتبت هنا؟ سافر تك زد. زين الاي ويا الاي، الاي وينها؟ اللي هي هاي الاي ويا الاي فوق اللي هو وين هنا؟ الاي هنا هذه، واضحه؟ ف
فالاي ويا الاي اللي هو شنو هنا طلع عليه هذا هذا الاي العمود اي ويا من ويا العفو الصف اي ويا من ويا العمود يا هو هنا هم اي راح يطلع لي طلع لي مكان التقاطع مالتين اي هنا ايش تطلع لي اي وهكذا الى ان نكمل واقع الاحرف لحد هنا انا واضحه طلابنا تذكروها مو طلاب واضحه زين ممتاز هسه انا شنو عندي راح اكمل اللي هو شنو عندي هنا أنا؟ عندي بانه هاي طريقه عن طريق الجدول اللي هي بانه عم تكون واضحه للكل بانه عندي اول شيء بالفيجينير عم تعرفون شلون راح نسوي بالبرمجه شلون نبرمج خوارزميه بانه اكو عندي كيورد اللي هي الكي وعندي البلين تكست اللي اريد نشفره بالفيجينير لازم يكون الكيورد يطول الكيورد او طول الكي يساوي لطول البلين تكست مثل ما قلنا هنا بانه البلين تكست وي ار ديسكفر سيف يور سيلف وياي هذا البلين تكست يعني وعندي الكي هنا شنو هو منطقيا ديسيبتيف كلمه واحده بينما البلين تكست هو اكثر من كلمه احنا ما لنا علاقه كلمه وكلمتين احنا نحسب عدد كاركترات كم احرف فاول شيء شو اسوي هنا حاليا الكي ما يساوي اول شيء بانه لازم اساوي الكي طول الكي مع من مع طول البلين تكست اللي اريد اشفره كتبت البلين تكست هنا بهذا مثل ما موجود امامكم بدون احد بدون سبيسات بعدين شو اسوي اجيب الكيورد اكتبها اللي هي الكيورد الاولى اللي هي الديسيبتيف حاليا كتبتها ما صارت نفس طول البلين تكست شو اسوي اكرر الديسيبتيف مره ثانيه اكتب هنا كتبتها مره ثانيه هم بعد ما صارت اكتب مره ثالثه او ممكن تكتبها ومثلا يجوز يطير اذا ساوت الاحرف الزايده تشيلها من الكي وياي ساوت لي هسه نجي نروح بالجدول اما عن طريق الجدول والجدول اذا نريد نبرمجه راح تكون صعبه العمليه فاحنا شو نسوي هنا راح نستخدم المعادله مال فيجينير مثل ما قلنا بانه عندي شنو هو المسج زاد الكي مود 26 زاد الكي فهسه هنا عندي اذا تريد تطبق هاي المعادله اللي هو اول شيء لازم من نطبق المعادله لازم بشنو هنا لازم نسوي مابنج امن اللي عفوا الارقام مال الاحرف اللي هو شنو هنا الاي يساوي صفر البي هو عباره عن واحد يعني رقم الاحرف من الاي زاد من الصفر ل 25 بعد ذلك السايفر تكست بانه هو البلين تكست زاد الكي مود 26 وهذا طبعا تطبق على كل حرف البلين تكست مثل قيمته ايش قد هنا أنا مثلا هنا كمثال to be or not to be that is the question طبعا الكي وورد شنو هنا أنا اللي هو substitution كلمة الكي هاي كلمة الكي فأول شيء من تريد تطبق هاي المعادلة على هذا المثال بأنه البلين تكست أول حرف هو التي التي هنا إذا تجي للتي طبعا هنا أنا إذا تجي للتي البلين تكست هو التي وياي والانتجر نمبر مالته اللي هو ايش يكون هنا أنا 14 الرقم مالته نضيفه ويا من وي كي اللي هو شنو هنا سبستيوشن اول حرف بالسبستيوشن الاس شنو هنا العفو التي هي 19 السبستيوشن اس شنو هي 11 فنجمع ال 11 ويا من وي 19 راح تطلع لي شنو هنا راح يطلع لي رقم اللي هو عباره عن الال ولو شوف الال اللي هو عباره شنو هنا الال اللي هو 11 ف 19 ويا من وين 11 راح يطلع لك قد 20 30 مود 26 مود 26 اللي هو راح يطلع لي هنا أنا راح يطلع لك اللي هو حرف الال واضح طلاب احنا راح شو نسوي هنا بالماتلاب احنا راح ما نستخدم الجدول احنا راح نستخدم شنو هنا راح نستخدم المعادله طبعا على حرف حرف ليش المعادله اللي هي معادله رياضيه اللي هي سهله بانه نقدر نبرمجها بالماتلاب فاول خطوه انا راح افتح الماتلاب طبعا المفروض يكون عندكم اول خطوه بانه الفيجينير اللي هو بالماتلاب اللي هو نكتب العفو اللي هو شنو هنا أنا بالماتلاب نكتب الفيجينير اللي هو شلون او انه ملف فهذا الملف شلون
اللي هو نيو سكريبت او نيو نضغط، وبعدين شنو نختار؟ نختار السكريبت. من تختار السكريبت راح شنو هنا أنا؟ حاليا اعطاني اسمه انتايتلد، فانا شو اسوي؟ بس مجرد اضغط كنترول اس او سيفه، راح اسمي اللي هو الفيجنير، اللي هو شنو هنا أنا؟ خلينا نسميه، لان عندي هذا راح اسميه فيجنير الجوريثم او فيجنير سافو. ماشي، طبعا شنو هنا بالماتلاب دوت ام عامل يتكون شنو ام فايل، وانا اطلع اقول له سيف، ولا تريد انا حاليا هسه بنفسه بالماتلاب اقول له سيف. انتبه هنا قبل ما تكتب الكود، انتبه هنا انا بالفيجنير سايفر دوت ام، مثل ما ذكرناها بالمختبر من كانت محاضرات حضوريه بالخوارزميات السابقه. اول شيء لازم شنو هنا أنا؟ لازم اللي هو ننتبه لعازات اللي هي سي ال سي، طبعا فازه منقوطه، عندي مثلا الكلير فارزه منقوطه. مين يقدر يقول لي شنو السي ال سي؟ يلا جاوبوني. استاذ تمشح الكومد ويندو الجو الاوامر يا هي تمسح الكومن اللي هو اللي شنو عندي هنا انا الكومن السياسي تمسح الكومن ويندو السياسي اللي هو كلير الكومن ويندو كلير او شنو هنا انا تمسح الورك سبيس. جيد، اللي هو بعد هنا انا راح اكتب عاز كلوز اول. لا تجاوبني غيرك اريد. كلوز اول مين يقدر يقول لي شنو هذه؟ كلوز اول طلابنا، يلا الباقين الباقين، تبارك محمد قدرين قولي لي شنو كلوز اول؟ تبارك. نعم استاذ، تغلقهن كلهن. شنو تغلق ياهن هن كلهن؟ شنو هن؟ تعرفين الشاشات اللي نشتغل بيها الأوامر اللي بالضبط. إذا كانت عندي في النافذة مفتوحة بالماتلاب أو في شيء مفتوح بالماتلاب، عشان هنا أنا راح بهالي عاز اللي هو غلقان. طبعا هذا إحنا نكتبها هنا بالخوارزمية عمود مصر، اللي في مشكلة خافك في النافذة أو تنفيذ مفتوح راح إن أنا يغلقك إياه، اللي ها طبعا هنا واخذيه هندني هم مسبقا يفترض تعرفون. هسه راح شو اسوي هنا؟ راح اكتب بهذا الاستيتمنت اللي هو متغير، بانه اخليه شنو هنا انا اقول له بانه يساوي لي شنو؟ يساوي لي يساوي لي انبوت، يساوي لي انبوت اللي هو شنو هنا انا هذا اريد اسويها رساله، اريد اسوي هنا شنو عندي؟ اريد اسوي رساله، فاكتب انبوت اللي هو شنو هنا انا فاضل اللي هو طبعا الكيبورد مالتي شويه مزعج لازم ما ادري اغيره والله ما ادري. اي فهنا أنا نكتب اللي هو مثلا اريد رساله انتر اللي هي شنو هنا البلين تكست اللي هو بلين تكست بهالشكل، وياها اريد هيك اضافه نقطتين مثلا فراغ، وبعدين يعطينا نكتب البلين تكست مثلا انا بدي اكتب شيء هنا أنا. طبعا من كتبت البلين تكست هنا لازم انه البلين تكست راح يدخل شنو على شكل سترينج، فلازم المتغير خاص بي من اللي هو اس بالسترينج وسد القوس. يا طلابنا هاي طبعا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للرس، يعني اول ما يشتغل البرنامج او اول ما تصير خوارزميه اللي هو شنو هنا انا اريد شنو تظهر لي رساله بانه يقول لي اضغط العفو شنو هنا انا ادخل البلين تكست. هذا البلين تكست وين راح هنا أنا هنا أنا مثلا اليوزر هنا أنا كتب البلين تكست مثلا كتب اللي هو substitution، كتب كلمة عادية أو كتب we are going to the home we are going home، فهنا أنا we are going back home اللي هو هنا أنا مثلا هاي البلين تكست لازم ينخزن متغير فاهم متسويت أو متغير بي. هسه أنا راح أسوي متغير ثاني اللي هو الكي اللي هو بعد ما طلب من عندي بلين تكست اللي شو يطلب من عندي؟ اللي يطلب من عندي شنو هنا أنا يطلب من عندي ال الكي، فهمت عندي إعاز اللي هو عن طريق نكتبه input اللي هو مال إدخال بالماتلاب اللي هو شنو هنا عندي؟ عندي اللي عفو ما شلون تروح من هنا؟ أي نكتب اللي هو نفتح قوس اللي هو الشارح الاعتيادية ونمسح على انتر
شنو هنا مثلا انتر دي كي دي كي جاي طبعا ما ادري تخطين الا الا تظهر ال ال الا تظهر لي شنو هنا الا تظهر لي الرساله اللي يعني ورا الرساله اللي تفت فراغ يظهر لي فراغين كيفك انت فهنا راح اخلي انا فراغين وهم نفس الحاله طبعا هنا شارحه وبعدين شنو هنا نكتب الاس العفو كوما اس عمود هذا هم ينخزن وين ينخزن عندي بال يعني ينخزن كسترينج وين بمتغير الكي واضح لحدنا طلابنا هذا من ادخالات بني ادخالات لحد الان ادخالات هسه لازم شنو انا اشيك لازم اشيك اللي هو طول البلين تكس ولازم اشيك شنو هنا طول شنو هنا الكي فهنا خلينا نقول بانه ال بي متغير اسمه ال بي هذا ان انا تنخزن به طول البلين تكس ايش يساوي لي يساويني اللينث اكو عندي فد دالة اكو عندي دالة بالماتلاب اللي هي شنو هو اللينث جي تي اتش وياي وهنا اللينث اللي ما تريد تقيس ايضا قيس المن البي اللي هو البلين تكس ان انا اخلي البي عفوا نخلي الدالة هذه تقيس هنا طول البلين تكس المدخل عن طريق اليوزر يعني هسه هنا مو نزلت اول ما اشتغل صوره خوارزميه طلب من عندي فد بلين تكس اول ما اشتغلت خوارزميه طلب من عندي فد بلين تكس اللي يريد يشفره فهذا البلين تكس وين انخزن بالحقيقه يعني انت من كتابه البلين تكس مالتك بالشاشه التنفيذ دا يروح وقابل وين بالهواء دا يروح وين دا ينخزن المتغير هذا متغير بي زين هذا بالنسبه لمن هنا انا عندي بالنسبه دقائق طلابنا فطلابنا هنا شنو عندي هنا اللي عندي اللي هو شنو هنا البلين تكس من صار لادخال نخزن وين بيبي فاول خطوه احنا بالفيجينير سايفر بانه شو اسوي لازم اشيك طول البلين تكس لازم اشيك طول الكي طبعا ليش بدنا نشيك هنا وليش نحسب هنديش على مود نقدر بانه ان يعني ننفذ خوارزميه الفيجينير سايفر بالصوره الصحيحه، وطبعا هسه راح نعرف احنا ليش راح ناخذ بالضبط ليش ناخذ مال البلين تكس. نفس الحاله اسوي متغير ثاني اللي هو ال كي خلينا نسميه ال كي اللي ايش يساوي لي؟ يساوي لي نفس الحاله اللينث اللي هو جي تي اتش مال منو طبعا مال الكي هنا أنا اللي هو الكي وسد القوس العفو الكيبورد شويه مو صحيح اقواس مالته عندي نسد القوس واللي هو شنو هنا عندي فارزه مقوطه لحد هنا انا هسه عندي البلين تكس وعندي الكي مخزونات بالواحد بالبي واحد بالمتغير كي وعندي المتغير ثالث اللي هو ال بي اللي هو اللينث اوف بلين تكس اللي هو شو يسوي هذا يحسب لي طول البلين تكس اللي دخل عن طريق اليوزر واللي هو مخزون بي ليش بي هنا لان البلين تكس وين مخزون؟ مخزن بالبي وليش كي هنا كتبنا لان الكي وين مخزن؟ بالكي زين هسه عندي اكو مساله اخرى انه بالفيجينيا سايفر لازم شنو عندي؟ لازم عندي بانه الطول اللي لازم عندي طول شلون بلش نقول بانه طول
الكي يساوي لي شنو هنا أنا؟ لازم يساوي لي طول الكي يساوي لي طول البلينتكس، طول الكي يساوي لي طول البلينتكس اللي هو بلينتكس. يعني مثلا اللي عندي البلينتكس هاو ار يو اللي هو البلينتكس هاو ار يو، وعندي مثلا الكي اللي هو هلو او هاي، فهنا لازم شو اسوي هنا أنا؟ لازم الكي اللي هي هاي ال اتش اي يعني لازم نكررها مره مرتين ثلاثه الى ان نساوي لعدد حروف شنو هنا الهاو ار يو. زين هاي العمليه شلون نسويها؟ هاي العمليه شلون نسويها؟ فلازم شنو هنا أنا؟ الكي اللي هو شنو هنا أنا؟ نعرف بانه ينقزن او ندخل عليه لوب اللي هو راح اقول اياها هسه امامكم اللي هو بهالشكل. وين الماوس؟ اي راح اكتب شنو هنا أنا؟ اول شيء اقول اف اللي هو الال بي اللينث اوف بلينتكس اللي هو شنو هنا أنا؟ اذا اكبر من اللينث اوف كي. اريد شنو هنا أنا؟ اريد المتغير اس، سوي متغير اس شو يساوي لي؟ يساوي لي 1 جاي، وبعدين اسوي دواره فور وافتح. طبعا هنا الفور اللي هو تبدا من الواحد، الاي تساوي لي قد هنا تساوي لي اللي هو 1 علما الى طول البلينتكس، الى طول البلينتكس. بعدين اشيك بانه هل هو الاس اكبر من الكي؟ بناء على متغير اس اللي نشأناه، هل هو الاس هل هو اكبر من الكي؟ طبعا هنا اذا الال اس، اذا الاس اكبر من الكي، الاس شنو خلي لياها؟ تساوي لي 1 وعرفتها مفروضه. وبعدين انهي لي الاف الاولى، عفوا الاف. بعد ذلك نسوي في المتغير اللي هو شنو نسميه، اللي هو خلينا نسميه الكي اوف الاي، اللي هو الكي اوف الاي. هذا شنو هنا انا عندي شو يساوي لي؟ يساوي لي يساوي لي الكي اوف الاس، اللي هو يساوي لي الكي اوف الاس. طبعا هم متفارزه منقوطه اللي هو بهالشكل. بعدين بانه الاس شو تساوي لي؟ تساوي لي الاس زائد هنا أنا زائد قد؟ زائد 1 بمقدار 1 وسد القوس. هذا طبعا هنا أنا سوي اند انما للاف، الشيء اللي قبلها كانت للفور، والا بانه الالس اللي هي شنو هنا أنا؟ الكي اللي هي شنو راح تكون الكي كي اللي هو شو يساوي لي؟ يساوي لي بانه ال كي تفتح قوس اللي هو شنو هنا أنا؟ الواحد المن الى اللينث اوف بلينتكس سد القوس، اللي هو سد القوس بهالشكل وفارزه منقوطه. طلابنا الحد هنا أنا اللي هو شنو هنا أنا؟ الحد هنا أنا هذا اللي هو يعالج لي مشكلة شنو؟ يعالج لي الحد هاي بالضبط. الحد هاي ايش تعالج لي؟ تعالج لي مشكلة إذا كان طول الكي ما يساوي لي طول البلينتكس، وإلا الكي يساوي الكي اللي هو من الواحد إنمن إلى الأل بي. بعدين نضغط على أنت، نكتب أنت. بعد ذلك اللي هو فور، بعد ذلك نكتب فور، نسوي دوارة بأنه من الآي تساوي لي إيش قد هنا؟ تساوي لي 1 إنمن
الى القلبي، الى القلبي. نقول بانه اللي هي شنو هنا أنا هذه العباره اللي راح اكتبها اريد اسالكم بيها جاوبون عليها، احنا ماخذيها سابقا او يعني مر علينا سابقا. السي اوف الاي، السي اوف الاي شو يساوي لي؟ يساوي لي انتجر اللي هو شنو هنا أنا 16 اللي هو نفتح قوس بي اوف الاي نسد القوس ناقص 97 بعدين اللي هو شنو عندي راح تكون زائد زائد بهالشكل انتجر 16 اللي هو انتجر 16 اللي ناخذ شنو هنا الكي كي اللي هو الكي كي نفتح قوس الاي ونسد القوس ناقص 97. مين اللي جاوبني هاي شنو هي؟ طلابنا ما ماخذها سابقا. اذا واحد عندكم يجاوب هي هاي تقريبا المعادله مال اللي تحول للسايفر تكست بس تحول على شكل اسكي كود يعني مو كامله بعدها. لا لا شلون قابلها قابلها على مظفر قابلها اكو في العمليه تصير دائما احكي بيها جنت نحول البلين تكست للاسكي كود بعد 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 ما جاوبنا غيره جيد بعد اي نعم استاذ يعني اي قول استاذ يعني 16 هي مو الانتجر 16 هي مو المود 16 لا 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 صح اكو اسكي كود وين على المظفر قال بدنا اكو شيء اسكي كود بالموضوع بس اربط ها شنو ناقص 97 شنو بي اوف الاي يساوي ناقص 97 وبعدين كي كي اوف الاي يساوي ناقص 97 شنو هذا الانتجر 16 ايش تسوي هنا سي اوف الاي اكو في شيء 97 و65 دين استخدم ذني شنو ذني تعرفون شنو 97 طلاب لا مو المتغيرات مال الكابتر سمول الاي وزيت صحيح المتغيرات بس ليش قاعد نكتب هنا شنو ما قاعد اكو واحد يقدر يوضح لي شويه منتظر عليه منتظر قول قاعد قلت لك بالبدايه قلنا بين المتغيرات الاي والزيت والمع ال 97 وال 90 من الاي كاب اللي اسمه اي بس ليش ده صحيح يا هو 97 اسكول مال الاي كابيتال واحد مال اي اسمه واحد مال اي كابيتال واحد مال اي اسمه 65 يمكن بس ذني شنو هنا انا ليش قاعد استخدم ليش قاعد نستخدم الاسكي كود شنو غايه ما عنده هاي عباره دائما طلابنا دائما اذكركم اياها بالمحاضره هاي بالحضوريه اذا تذكرون يعني خاصة هذا السطر خاصة هذا السطر إذا ملاحظين أكثر خوارزميات تكتب بهذا السطر ليش؟ مو أكثر خوارزميات تكتب أكو خوارزميات تستخدم في شيء معين ليش هذي؟ ها طلاب طلاب هاي هنا عندي مو إحنا قلنا بأنه بالمحاضرة أحضركم إياها هنا بالبي دي إف المحاضرة قبل ما يبدي يعني قبل ما شو نسوي نسوي مابينج اللي هو الأحرف من الصفر للخمسة وعشرين الكمبيوتر ما يعرف هذا الشيء الكمبيوتر ما هذا إحنا هسه كخوارزمية هي خوارزمية عبارة عن مجموعة خطوات متسلسلة شنو هنا على مود تنجز لي فد مهمة معينة أو للوصول لحل معين أو لحل مشكلة معينة بأنه هنا ال A B C D هنا احنا رقمناهن وحكيناهن وافتهمناهن قلنا من الصفر للخمسة وعشرين بس هذا الكمبيوتر ما يفهم هيجي الكمبيوتر عنده حتى اصلا الكمبيوتر ما يفهم شنو حرف A وحرف B الكمبيوتر يفهم عمليه تعبط عليه الحاسب
شلون منو هاي تحكي؟ شو خلينا نشوف منو، حسنين حسنين خلينا نكمل، انتظرني اعطيني فكه. اي ايوه فهنا، اي هنا ما يفهم بانه الاي بي سي، ما يفهم من ذن، يفهم الاسك كود، ومثل ما قال حسنين حد الان اوكي وياي. بس اكو مساله بانه انت الاي تعطي صفر والواحد والبي تعطي واحد، هاي التسلسلات هاي ما موجوده. يعني احنا قاعد نحكي هنا انا بس هي بالحقيقه ما موجوده. يعني بالحاسب لازم شو نسوي؟ لازم بالبرمجه احنا نبرمجها. لذلك شو نستخدم؟ لذلك شو نستخدم؟ نستخدم اللي هو اللي هذا السطر هنا أنا يحول لي التسلسلات بالتسلسلات اللي احنا نريدها، اللي هي بين من الصفر لل 25. زين لحد هنا أنا وصلنا بانه هسه شنو هنا أنا راح اكتب طبعا هنا أنا اللي هو نط اند، لو كتبت اند ما كاتبه اند من الهاي الفور. بعد ذلك هسه هنا نجي بعد ما حولتها نكتب المعادله مالتي اللي هي مال شنو هو مال التشفير اللي هو تنكتب بهالشكل مود، اللي هو مود اللي شنو هنا عندي قوس اللي هو مود السي فارزه ايش قد هنا الاحرف عدد الاحرف 26، هاي معادله مال السايفر تكست، وسد القوس اللي هو زائد شنو هنا زائد 65 اللي هو زائد وينها زائد 60 65. طبعا هنا فارزه منقوطه. هسه راح نسوي هنا انا هسه حد انا راح تعطيني النتيجه، لو ننفذ البرنامج راح يعطيني النتيجه. ليش هنا انا نصيج بس هذا يمكن كنت تصعد فوق ويا ويل الاف يعني الاند يصير جواها شنو الاند شلون هذا ليش اند اس لا صحيحه اعتقد هيك. هسه خلينا نشوف هسه نطلع الخطا مالتها. هنا عندي خطأ الاس الى الاس ما العمو هسه شو هنا أنا لحد هنا هسه لو نفذ البرنامج شو يعطيني؟ راح يعطيني بانه اللي هو يعطيني العفو يعطيني يعني النتيجه كارقام، النتيجه يعطيني اياها كارقام. بينما اذا اكتب انا هنا اذا اكتب اللي هو كاركتر سي تساوي لي كاركتر سي اذا كتبناها وياها هنا راح شو يصير عندي هنا هذا ال 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 يعني العفو وين راح الموس هذا اخر حر اخر اخر عباره هسه اللي انكتبت بالاخير يعني اللي هو سي تساوي لي كاركتر سي هاي شو يسوي؟ هاي تحول لي الى ارقام اللي هي بعد التشفير اما الى احرف عمود استماع. فهسه خلينا ننفذ اللي كنترول اس اللي هو العين الاند والاس بالساعه طلعت لي يعني اللي نسميه شنو احنا ترتيب برنامج ما منظم بين الفور الاند مالتها كنت كتب جواها. فاقول له هنا نفذ راح اكتب مثلا خلينا ناخذ نفس المثال نفس المثال خلينا نشوف خلينا ناخذ مثال اللي هو البلين تكس وي ار هاي اخذ هذه اللي هو هذا البلين تكس اوكي راح اخذ يا هو اللي هو ديس اللي هو ديس بيتف اللي هي قولها اصغر هاي اضغط انتر شطاني زيت اي سي دي تشوفون طلابنا Z I C V T خلينا نجي هنا Z I V C T وهكذا جاي هنا شطيت ثاني حطيت بانه وي ار ديسكفر زين لحد هنا البرنامج اعتقد راح تصير به مشكله اذا سويت في الشغله معينه. هسه لحد الان طلاب البرنامج اتنفذ بالصوره الصحيحه اللي هو شنو هنا البلين تكست كتبناه وي ار وهنا اللي هو الديسيبتيف اللي هو الكي طبعا بالحقيقه هاي الديسيبتيف عن طريق او بفضل هاي الكوماند اللي هو بفضل هذا البلوك بالضبط راح شو يسوي هنا راح يكررها ديسيبتيف بصفها ديسيبتيف ديسيبتيف. بس هنا شلون يشوفها؟ لازم بالبدايه يقيس طول النص وبعدين يقيس طول الكي وبعدين على اساسه راح يضيف هذا الني يعني راح يكرر الكيورد. طبعا هنا كي
يساوي لي اللي هو هذا المتغير كي اللي هو شنو فائدته، اللي هو فائدته بانه يعطيني السايفر تكست اللي عرض لي اياه بهالشكل. زين لحد هنا اكو عنده سؤال؟ احد عنده سؤال طلابنا؟ زين طلاب البرنامج نفسه راح انفذه. البرنامج وي ار ديسكفر مو صحيح، اللي هو وين ديسبتيف هذه، راح انفذ البرنامج بطريقه يعني عليكم راح اسوي اياها. اذا البلين تكست وي ار ديسكفر مو سيف يور سيلف، هذا الانبوت راح انفذ البرنامج مره ثانيه. بس انت بقولي طلاب عندي بلين تكست، بلين تكست احطيه هيك بهالشكل، تشوفون شنو الفرق عن قبل شويه؟ نفس خلينا فاصل بين الكلمات، يعني كتبنا مسج اعتياديه اللي نفهمها احنا كبشر، ضغطت انتر طلاب ما عندي شنو الكي اللي هو ديسبتيف، ضغطت انتر اللي هو شنو هنا انا طاني اللي هو زيت اي بي مو زيت اي بي، هو المفروض شو يطلع لي زيت اي سي في ليش؟ الشهر لأن الفاصلة اتعامل وياه كأنما كلمة عادية فحط لها تشفير. زين هسه إذا أخذت هذا الأوتبوت واستخدمته كأنبوت بخاصية مية شنو هنا أنا؟ فك التشفير اللي هي أنا عندي وياي عندي خوارزمية فك تشفير اللي راح شو اسميها هنا أنا؟ اللي هو نيو وين نيو؟ ها نيو سكريبت ها خوارزمية فك التشفير اللي ايش نسميها؟ نسميها اللي هو فيجينير، خلنا نسميها هاي خلنا نسيفها سيف نسميها فيجينير سايفر مو قلنا سايفر ايه وبس شنو هنا عندي ديكريبشن اللي هو ديكريبشن هاي هاي خاف ما ياخذ الحرف خلينا نكتب هيك شيء انا راح اخذ هذا ويا طلابنا البلين تكست وي ار ديسكفر سيف يور سيلف وديسبتيف وياي عندي خوارزميه هذه اسا ديكريبشن الديكريبشن خلنا انفذ انتر السايفر تكست يطلب من عندي سايفر تكست يعني نص مشفر ضغطت انتر راح يطلب من عندي راح يطلب من عندي اللي هو الكيورد الكي جاي بيته هنا أنا. انتر صار يلا جاوبوني قدامكم هذه صار وليش وين المشكلة؟ اكو مشكلة عندي هسه، انا بالخوارزمية اللي حليت لكم اياها قبل شوية هذه. استاذ اكو كلمة بين الوي والار اللي هي الحرف ان اللي اعتبر الفراغ كانما كلمة عادية. وحتى اليوم يور سيلف وذن سولف هم اكو كلمة ان. يعني يور وسيلف بنصها حرف ان. والسيف واليور حرف بنصها حرف ان. عافية عافية، يعني هذا البرنامج اللي نفذت لكم اياه قبل شوية اللي كتبناه هسه كتابة. قدامكم هذا البرنامج شنو بيه؟ اكو بيه مشكله يعني عفوا ينفذ يشفر مو ما يشفر بس اكو بيه نقص صغير هوني هذا النقص احد يقدر يقول لي شنو هو غير على المظفر؟ استاذ احنا السبيس مو معروف فيه شلون؟ عافيه شنو شنو؟ السبيس السبيس ما معروف فيها بالاحرف والارقام بالتشفير مالت ما بالضبط عافيه بالضبط احنا شوف كتبنا خوارزميه كامله واشتغلت خوارزميه كامله اذا اعطيتها مسج مشايل من عندها السبيس راح يعطيني النتيجه صحيحه يشفر لي مو ما يشفر هو بحاجه يشفر لي واذا اخذت
النص المشفر وريدي تروح افكه بديت خوارزمية الفك التشفير راح يرجعي النص اعتيادي، ماكو مشكلة هذا. بس اذا المستخدم بانه البلين تكس الاخصائي يعني كتبه ويا سبيسيات مثل ويا وي ار ذا مثلا وي ار ستودنت وياي الوي كتبه بهالشكل وي فراغ ار فراغ ستودنت هنا خوارزميه الفيجينير ما تشفرها ما راح تشفر ماكو مشكله بس هنا أنا ما راح ماخذها بنظر الاعتبار السبيس بمعنى اخر شنو هنا أنا؟ يعني الخوارزميه بها نقص لازم ناخذ بنظر الاعتبار السبيس يعني انت مستخدم عنده عند اكثر من خيار ممكن شنو هنا أنا؟ ممكن يخلي سبيس قسم معتهم اكو قسم شخص ثاني ما يخلي سبيس ايش ما ادري هو بانه الخوارزميه راح تاخذ لو ما تاخذ فاحنا هنا المشاكل لازم ناخذها بنظر الاعتبار طلع حتى مستقبلا مباشر عقب مثل تكتب لك في برنامج معين مثل تصمم لك في موقع معين مثل تصمم لك برنامج تطبيقي لازم تاخذ كل الاحتمالات الموجوده من اليوزر يعني انت اليوزر ما يفهم انت شلون مشتغله اليوزر عندي يفهم بانه هذا برنامج قدامه شلون استخدمه شلون هسه انتم عندكم الميت انت ما تعرف الميت شلون مبرمج ما تعرف الميت شلون قاعد يصير بيه اتصال انت فاهم بانه الميت جاب استاذ احمد انت وخالنا رابط وين بالكلاسوم نضغط على هذا الرابط ومباشره ندخل المحاضره بس اكو واحد يجي مثلا يستخدم بغير طريقه او يستخدم يقول هاي ما بيها شيء هذه بس هي مو صحيح اللي هو لا هو صحيح هو يعني حقه فلازم مني يدير يعني مني اخذ بنظر الاعتبار هاي الامور تصمم برنامج الميت او صمم التطبيق مال الميت واضح طلاب فهاي الامور اللي ولا اريدها معكم راح ما احل لكم اياها المشكله هاي مشكله هسه حاليا عندنا انا راح ما احلها ليش لان لازم يعني بانه انتم تفكرون شويه يعني شلون تتعامل المشاكل هاي عندي مشكله فاريدها معكم انتم تشوفوها شنو هي يعني هسه عرفت شنو هي المشكله بس شلون نحلها قولوا لي يا بتر هذا نضيف لهذا الكود كذا خيار نسوي هيجي او هاي الستيتمنت راح تحل هاي المشكله واتناقش وياكم بها بالاسبوع القادم واضح طلابنا لحد الان اني ما عندي شيء وياكم بس اخذ حضوركم لان قاعد اسجل حضوركم انا بصراحه كل المحاضرات داخذهن قالين يمي لأن يهمني هذا الشيء فهنا خل نجي من هو نجي أول اسم قبالي تبارك محمد مو أول شيء خل نكتب التاريخ اليوم الثلاثاء اليوم 11/5/2021 أمنية الحاسبات اللي هو عملي صباحي أول شيء تبارك محمد نعم أستاذ حسنياً فاضل حسنياً فاضل موجود بعد منو عندي ثلاثة حيدر حاكم حيدر حاكم هو موجود حيدر ما سمعنا صوتك اليوم حيدر أستاذ موجود موجود أستاذ يلا زينب فايز اوكي اللي بعد من ورا زينب علي احسان نعم أستاذ ستة اللي هو علي مظفر موجود سبعة مروة باسل مروة موجودة مروة باسل وينك عافية تاركين الميت مو منتظر فاضل نعم نصير اوكي نصير الدين محمد نصير الدين محمد
نصير. نعم استاذ. وين جيت نصير؟ شنو؟ ما قلي وين شنيت؟ اكو بعد اكو واحد يمكن لو اثنين كان موجود وياكم، وينه؟ ما هو شو؟ مروه موجود، استاذ موجود بس المايك ما يشتغل. اوكي. اوكي اوكي مروه. زين هنا بعد منو بعد؟ من هو؟ مرتضى محمد سعيد، وين نشوف نشوفه؟ مرتضى ايه هذا طلاب. لحد الان بعد ما عندي شيء وياكم، ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل. واللي اريده من عندكم طلاب، خب ما حد سجل المحاضره لان ما تجي يمي، يعني معناها هذا واحد سجلها، انا راح تروح يم اللي يسجلها.